جربة سكوب، آخر أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. العزام شي سامي العزام اخويا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني طرف في التظاهره هذه، تظاهره حتى لا ننسى من تونس الى فلسطين، نمثل الهيئه الوطنيه لدعم المقاومه العربيه ومناهضه التطبيع والصهيونيه. دورنا في التظاهره هذه انه نوروا كيفاش يعني الجنود التونسيين وشهداء التونسيين اللي استشهدوا على الارض الوطن وفي على درب فلسطين في لبنان وفي شمال فلسطين، يمثلوا تواصل الدم العربي من اجل القضيه الامه، القضيه المركزيه، القضيه الفلسطينيه، وفي نفس الوقت هو ربط لانه حمايه الوطن والمحافظه على مقدرات الدوله التونسيه والصراع من اجل فكره تثبيتها والدفاع عليها والدفاع عن القضيه الفلسطينيه مرتبطين ببعضهم من ناحيه انه يعني دم واحد ثم القضيه واحده ثم حتى العدو اللي قاتل في الجيش التونسي واللي قاتل في عليها في الجيش العربي في مصر ولا الجيش العربي في سوريا كله واحد، ثم أن القضية الفلسطينية كيف كيف يعني اللي دمر في مخيم اللي يرموه كل يوم هي نفس العصابات داعش وغيرها اللي قاعدة يعني تبتل معناها في المقاومين وتلهي فيهم على العدو الأساسي اللي هو العدو الصهيوني. ثم أنه في الأسبوع القادم في ميدون باش نساهموا كذلك مع دار الشباب ودار الثقافة والمنظمة التونسية للطفل والكشافة التونسية في تظاهر من يكرم الشهيد يتبع خطاه، الاحتفاء بذكر استشهاد الشهيد سامي الحاج علي، باش يكون فيها يعني فرقة بونتن باش تفتتح المعرض 10 بتاع الصباح نهار السبت 18، بعدها العشية مع مثلث انطلاق دورة أو استعراض رياضي لرياضة الكاراتيه وينشون وكيك بوكسينج، يدخل لها عروض للدبكة الفلسطينية. يدخل في ميدون سي سامي؟ أي نعم في ميدون في دار الشباب في ميدون، هذايا مثلث نتاع العشية يجي نهار 18 السبت لحد الصباح نفتتح التظاهرة 9 ورشات نشطها المنظمة التونسية للطفل والكشافة والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، وتتلاها يعني مباريات بين المعاهد يشاركوا فيها 4 متنافسين، فرقة الجليل، فرقة حيفا، فرقة تل الربيع وفرقة جنين، باش يتباروا مع بعضهم وهم يمثلوا إعداديات في المنطقة، وإن شاء الله فبتي ولا تختتم بتوزيع جوائز، وكذلك هنا يعني المباريات باش تدخل لها يعني رقصة الدبكة الفلسطينية اللي تأديها فرقة الشهيد فيصل العشاشي من قابس. فماش يمكن برنامج مرتبط بعائلة الشهيد سي سامي؟ عم الطاهر باش نحاولوا انه يكون فرد من افراد الشهيد، الا انه عم الطاهر مريضه شويه وخالتي نوريه معناها لاهيه بيه ما تنجمش تتواجد معنا، الا انه باش نحاولوا انه على الاقل معناها واحد من اخواته يكون موجود معنا في التظاهر.